الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإمام العلامة الشيخ الطاهر علجات من كبار علماء المسلمين، وقد انتفع به الناس ملايين من الناس منذ أن عرفه الناس، وهو يعلم وينشر التوحيد ويعلم القرآن في كل مكان. المجاهد المفتي أيام الثورة الجزائرية والمفتي أيام الاستقلال، الرجل الذي مشى على المرجعية الجزائرية ولم يخرج عليها، كان علامة مالكي من كبار علماء المالكية، واشتهر بتواضعه ومحبته للناس فأحبه الناس. إن القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء، هؤلاء هم القادة، العلماء هم القادة. ولذلك دائما أقول على الشعب الجزائري أن يسير وراء علمائه، العلماء هم القادة، العلماء هم السادة. ما تخافوش على الأمة لما تمشي وراء العلماء، خافوا عليها لما يقودها الجهال. رحمة الله عليك أيها الإمام العالم. والله الذي جمعني به أني حججت والحمد لله، وخدمته في الحج وحجينا كيف كيف، ورأيت من تواضعه ومن أخلاقه ومن تربيته شيئا كبيرا، أن تصاحب عالما كبيرا في الحج وتخدمه والحمد لله. هذه الذكرى التي تذكرتها، كان يعمل على توحيد الشعب الجزائري، هو من أنصار النظرية السحنونية التي تقول إذا اجتمع الناس على الصحيح فلا نفرقهم على الأصح، إذا اجتمع الناس على الصحيح فلا نفرقهم على الأصح. ولذلك جمع هذه الأمة والحمد لله، وعلى الأمة أن تسير على طريقه وعلى خطاه. شكرا يا سيدي، رحمة الله عليه. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.